أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير. قال المؤلف أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب إذا استأذن فقيل أدخل بسلام. ودرس ديني لها أن كبرنا يعني علمي حديث كنبغين عليه الصلاة والسلام قارهان كتاب كيها الأدب المفرد وأنا درسي بقل يوس الديدات ولي وحان كوكو ذكرنا أبوابتي كصاف صنيت سلانتا يو استئذانك قفك مرحو الربا إن أقولي صوك له إن أي آداب تطهي أهل بيتك إن السلامه وبالتالي إن استئذان سمايه أو يرهضم صوك لكرا مركا كدبنا إن أقولي صوك له هذه الله إدمه إن صوك له هذا الله إدمنه إن اسكلابته هدي لغا اموسنا الى اي سدح مر هدانا انو اسكلابتو ولي مركا ابواب تاس ايان كو دخشرنا شيخو وكلا نوعيي ابواب تا مروال بجانب ايو كهدلي اسيغو مركا موجينا ايو او عدينا ايو كو علعلينا ايو اداب تعانكا سوكالي اهمية دا اي لابها halkaan marka wuxuu yiri baabun hada kani baabun baab waay idha istaadana shakhsiga haduu idin weydiiyo oo faqiila la yiraahdo udkhul soo gal bisalaamin nabadgeliyana ku soo gal taas qabulkeeda muxuu maqanayaa استئذان بو سمييي أدخلو بو يري مصوغالي كرا والا إدمي وحالي يري أدخل بسلام نبت قليو كصوغال بالي يري كلمة دان مركي لفيريو وان نوع أو كمدة إخبار يعني وح لعيدونو أو لغا خبرو نوع كمدة هواي نبت قليو كصوغال يعني قف كان صوغاليتان كيسة إنو نقن دونو نبت قليو أما إنو صن نقن دونين وحلق رنايا ماءها مركا وحي نغانيسة مستقبل كا وحق الصغن وحد اللغة خبرو أي نقاني ساس تراد إذا عبد الله بن عمر ونعي جري كلمة عن إن لا استعمال أدخل بسلام إن لا يراه كلمة عن ضدك أهل جنها بالله هيا أدخلوها بسلام آمنين قال جنة نبت قلينا قال إذنكو آمنين أحنا قال صدى صالة هيا قالك أثر كمرك هذا أوصو قاضي باوح موجنا عبد الله بن عمر إنه نعي جري إن قفك اللي يراهده ادخل بسلام إن لي يراهده علاد أنا مركة واشقني قال المؤلف مؤلف كوحو يري حدثنا مالك بن إسماعيل بانو ورمي ثقة قال مالك وحو يري حدثنا إسرائيل إسرائيل بن يونس بانو ورمي ثقة عن أبي جعفر الفراء بن غور رمي ثقة عن عبد الرحمن بن جدعان بن غور رمي ثقة قال عبد الرحمن وحويري كنت وحن أها مع عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر معي سيئان أها فاستأذن ابن عمر على أهل بيت أي كئل ويدي وصق لكراب ويري أأدخل فقيل وحالي يري أدخل صوغل بسلام النبت قليو كصوغل بالي يري فأبا مركا ابن عمر ودي ذي
أن يدخل ابن عمر عليهم أهل كينو أقرى أيوتي ذي معايا لي كلمة يا مركا وقوة أركي إنا يتهي نوع إخبار وحان لقراني إنا لقى خبر إنا يتهي دخول كيسا إنا نقندون بسلام أو بغير سلام وحلا قرانا يا ما أهان صاصو مركا أوتي ذي وحكرا صورة قلا مصلحة كلا ديني inu u diideeyna wa suuragal kadib markii loo idmay inuu soo galo u diiday marka galida ayada tayib qala al muallif muallif ka wuxuu yiri babu nadari fi duur hada kan babu nadari fi radi babkeedi waay fi duuri daariyalaha dhixdoodana la fiiriyo guriyaha dhixdooda in la fiiriyo waxaan hore u soo marnay isti'daanka وحلو جديه يبا إني تهي لأجل النظر في رضا إيو أرقى دراتي مركا حلال ماهان قريها ضدك إن لفيريو بأي طريقة الباب كالدليل كيسا أما دربي كالدليل كيسا أما دا قد أما صدا صوكال إن قريها ضدك مسلمين تا إن لأيغو لفيريو وأرن عن حلال إهين استئذانك مركا وحلو جديين أرقاس إن محن إرهداء لا إلاليه هم بلو جديين استئذانك مركا وأدب ورفيعة السرية ووليب إسلامي مركا الله في ريو مركا في رضا نوعاس دارها الله في ريو إنه ممنوع تهيب وباب كان كهد لايا وانا حكمة اللو جديين استئذانك اللو جديين قال المؤلف مؤلف كوحيري حدثنا أيوب بن سليمان بانو رمي ثقة قال أيوب حويري حدثني أبو بكر ابن أبي أويس بائي ورمي عن سليمان ابن بلال بن إيغا ورمي أبو بكر وان ثقة سليمان نسيده كلي وان ثقة عن كثير ابن زيد بن إيغا ورمي صدوق عن الوليد ابن رباح بن إيغا ورمي صدوق أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إله رسولك سوحويري إذا دخل البصر قريق أرقه أرقه دو قلوه في البيت أو قلوه فلا إذن إذن ما أهانه وصمرنا حديث كانوا كله وحونا كعبرا شخصك هدي أرقه سه وقريق تحقيليه إذن ما تشيره بمعنى لا إذن ما يؤينه قريقه قاله تأديب درادي ويوح شرعي قلاف صنبه السمعي إذا أدخل البصر فلا إذن له لفظه قاس أما الصيغه داس أصيغه أهبان صامرني مركا مدك لإذن أمبا هنبا قريقه وابا أركيبا وحكو نحجره كلك لو منا إذن ما يهدنه تأديب درادي بان لوغو إدمينين وخلاف الشرعية أيو قفك السيقالي مدو قال المؤلف مؤلف كوحيري حدثنا محمد بن كثير بان ورمي ثقة قال محمد بن كثير وحيري أخبرنا سفيان وسفيان ثوري بان ورمي عن أبي إسحاق بن ورمي ثقة مكثر عابد عن مسلم بن النذير مقبول قال مسلم وحيري استأذن رجل بائد ويدي على حذيفة حذيفة ابن اليمان بوكئد ويديي فطلع رجل كيوضع العظيم وقال رجل كوحو نيري أدخل بمعنى أدخل مصوغلايا قرق أيو ضال عظيم إيغي الباب كا دليل كيسا أما دربك دليل كيسا ميلها صوكلا أيو صوفيري وحونا عصنا يا هدنه إنو صوكلو قال حذيفة حذيفة وحويري أما عينك إش هذا فقد دخلت ويبصوك شيء إش هذا قريق ويبصوك شيء وأما إستك قاركا قدن بي يعني دبر كاغان فلم تدخل ما إيسان سوك لي قاركا قدن بي أما قريق سوك لين مويان دي إندها قريق ويبصوك لين هذا كان مركا وحوورنا هيا على وجه الإنكار وكو إنكرا يا معناها فعل كنوع صوكله ونكا وسمينا يو إن قريقا لصوفي ريو أيو مركا ديدين يهيو
marka waa ku canaananaya hadalka, marka waa zajri iyo inkaar buu sidaa u dhahayaa. Marka khalad weeyaan inay indhahagu soo galaan adigoo weli aan lagu idmin inaad maxaan idhaahdaaye guriga soo gasho, saasu ay macna. Wa qaala rajulun, nin baa wuxuu yidhi, astaadinu calaa ummii, hooyadee miyaan ka idin weydinayaa, hooyadee haddaan rabay inaan u galo miyaan istidaan baan samaynayaa, intaan albaabka u garaaco miyaan dhahayaa adkhulu, saasoo kale. Qaala, wuxuu yidhi Xudayfa, in lam tastaadin, haddaadan ka idin weydinin, ra'ayta, waxaad arkaysaa, maa yasuuka, wax adiga ku xumeynaayo, waxaadan jeclaysanaynin ayaad arki, oo iyadoo qaaban oo kale inaad aragto ma jeclaysanaysid, iyadoo dharka dhiganayso saasoo kale inaad aragto ma jeclaysanaysid, xaaladda noocaas. Wa ficlan, iyadana ma jeclaysanayso, oo iyada naftarkeeda cowradeeda inaad aragto ma jeclaysanayso, saxna ma ahan maa beyna surra wa rugba xataa in laga arko maxaarimta. Idan markaa cawradani waxaa lagu magacaabaa sawo, waxa sawo loogu magacaabayana waxa weeyaan yacnii qofka inay ka feydanto, laga arko, laga daalacdo, way xumeyne, wax uu jeclaysanayo ma ahan, kolka sidaa ha yeelin. Qaala almuallifu, muallifka wuxuu yidhi xadaanaa Muusa, baa noo warramay thiqatun. Qaala Muusa, wuxuu yidhi xadaanaa Abaanu bnu Yaziid, baa noo warramay thiqatun. Qaala Abaan, wuxuu yidhi xadaanii Yaxya, baa ii warramay thiqatun, anna Isxaaq bna Cabdillaah, xadaa Isxaaq, haa, inuu u sheegay, hu Yaxay inuu u sheegay, can Anas bni Maaligna inuu oga sheegay, anna acraabiyan, nin rirbaadiya, ataa acraabiga beyta rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalama, ayuu yimid nin rirbaadiyaa guriga nabiga yimid calayhi salaatu wasalaam, fa alqama acraabiga, wuu luqmeeyey, caynahu ishiis, macnaha ishiisa wuxuu ka yeelay luqmo afka la gelinaayo kale, bimacnaa luqmada sida afka loo saaro oo loo geliyo, ayuu ishiisa albaabka duleelkiisa uu u soo geliyey, waa macnaha saas waaya. Fa alqama caynahu, ishiisa ayuu luqmeeyey, khusaasat albaabi, albaabka duleelkiisa, baabka duleelkiisa ayuu isha soo geliyey waaye, macnaha luqmada sida afka loo geliyo oo kale ayuu ishiisa baabka duleelkiisa u soo geliyey. Rasuulka calayhi salaatu wasalaamna wuu arkay marka, fa akhada rasuulka sahman, ayuu soo qaatay fallaar, ow cuudan, ayuu soo qaatay qori, cuudkoo muxadadan la afeeyey, qori la afeeyey oo sida sahmiga camal u samaysan, fatawakhaa rasuulka, wuxuu u qasday al-acraabiya, ninkii reer baadiyaha ah oo albaabka duleelkiisa soo fiirinayo, liyafqaa rasuulka, si uu u fojiyo, cayna al-acraabiyi, acraabiga ishiis ayuu ula qastay. Acraabiga marka wuu dareemay weerar inuu ku soo wajahan yahay, fadahaba acraabiga marka wuu tagay, wuu isaga cararay. Faqaala, markaasaa wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, amaa innaka adiga, low thabatta, haddaad sugnaan laheed, la faqa'tu caynaka, ishaada waan fujin lahaa buu yidhi. Waa soo qaadanay marka xadiidkan, xadiid la mid ah, qofka haddii sidaasoo kale aadabdarada noocaasoo kale hadduu sameeyo oo ishiisu inay hadur naqanayso, haddii la rido ishiisa ulilbilaadiya inay naqanayso, waan soo tilmaanay. Tayib, marka waa xaaraam arrinta noocaasoo kale, sidaasna qofka haddii isha looga rido ma yeelanayo wax diyaah iyo wax xuquuq ah, midna ma yeelanayo. قال المؤلف مؤلفك وحيري حدثنا عبد الله بن يزيد بن نور رمي ثقة. قال عبد الله بن يزيد وحيري حدثنا شعبة أيا نور رمي عن عطاء بن دينار صدوق عن عمار بن سعيد التجيني أي نور رمي مقبول لكنه لم يدرك عمر إن كان هو مقبول لكن عمر ما وصل هليل صدر إذا أثر كسنة كيس انقضاع باكوجرة. قال عمار وحيري قال عمر بن الخطاب وحيري رضي الله عنه man malaa qofkii buuxiya caynahu ishiisa min qaacati beytin guri dhexdiisana ka buuxiya oo guriga qaacadiisa waa saaxada oo guriga dhexdiisa unbaa loo jeedaa
qofkii isha ka buuxiya guriga saaxadiisa ama dhaxdiisa ka buuxiya qabla an yu'dana lahu mankaa intaan loo idmin faqad fasaqa mankaasi waa faasiqoobay wa waxyaalaha lagu faasiqoobay ka mid tahay dadka in guryahooda laga fiirfiiriyo oo albaabadii iyo derbiyada iyo daaqadaha iyo musqulaha meelaha ay ka duleelaan iyo meelahaas in la fiirfiiriyo waa arrin edibdara ah, waana arrin qofka uu faasiq ku naqanayo. Shahaado gudi maayo qofka noocaas oo kale warkiisana la qaban maayo faasiq buu naqanayaa. Fisqiga macnihiisana waa alkhuruuju min daacati illaahi, waayo ilaahay daacadiisoo laga baxawo. Tayib, qaala almuallifu muallifka wuxuu yidhi xadathanaa isxaaq ibnu alcalaa baa noo waramay saduuqun, qaala isxaaq wuxuu yidhi xadathanii camru bnu lxaarif baa ii waramay maqbuulun, qaala camar wuxuu yidhi xadathanii cabdullaahi bnu saalim baa ii waramay thiqatun can muxamed ibni lwaliid thiqatun thabtun, qaala muxamed wuxuu yidhi xadathanaa yaziid bnu shureyx maqbuulun anna abaa xay almuadina xadatha abuu xay, hu yaziid buu u sheegay anna thawbaana thawbaan mawlaa rasuuliillaahina sala allahu calayhi wasalama xadatha thawbaan hu abaa xay baa wuxuu u sheegay anna annabiya sala allahu calayhi wasalama qaala, nabiga inuu yidhi laa yaxillu limri'in, qof xalaal uma ahan imri oo muslimin hogaansamay oo ilaahay shariicadiisa u hogaansamay an yandura imri'i, inuu fiiriyo ilaa jawfi beytin, guri daakhilkiisa gudihiisa inuu fiiriyo xataa yasta'dina imri'a, ilaa uu ka idin weydiiyo fa in facala imri'i, hadduu sameeyo oo guriga daakhilkiisa uu fiiriyo isagoon isti'daan sameynin faqad dakhala, waaba galayba guriga, waaba galayba waxa dhamo isti'daanka loo jideeyeyba araguu ahaa iyo fiirad dee marka mar hadduu fiiriyey waaba galayba gurigii. Bimacnaa marka waa galay ay saara aathiman, waay nin dambaaway buu noqdayo ka daakhili min ghayri idnin, qof guriga galay idin la'aan galay oo kale ayuu naqanayaa. Taas marka saas waay, maxalu shaahidkana intaas waaye. Faqradan dambe marka waxa weeyaan xadiidka unbaa lagu dhammaystirayaa, walaa ya'ummu, ma imaam naqanayo shaqsiga qowman qoom oo salaad ma gelinayo, waa nafyi oo bimacna nahyi loo wado. Fayakhusu, kadibna uu khasisaayo qoomkii ama fayakhusa cafwan shaqsiga ama imaamka uu khasiso nafsahu, nafsadiisa bidacwatin uu ku khasiso. Haa, walaa ya'ummu, shaqsiga qowman qoom imaam uma naqanaayo oo fayakhusa, kadibna shaqsiga ama imaamka nafsahu bidacwatin ducadii uu ku khasiso duunahum qoomka sokodooda. Imaam waaye oo jamaacadii buu salaadii imaam ugu yahay, salaada gudaheed uu ku duceyna masalan qunuudkii oo kale ma arkaysaa. Maca daalika, haddana ducadii oo la rabay bilafdi aljamci inuu ku duceeyo wuxuu ku duceynaa bilafdi alifraad, allahuma hdinaa inuu yidhaahdo meeshii laga rabay allahuma hdinii, saasoo kaluu dhah. Kan sidaa sameynaayo marka maamuumiintiina gadaashiisii bay ka aaminsanayaan, marka arrintaas mamnuuc waayo uusan sameynin khiyaanay naqane. Marka aan laqbaha raacno, walaa ya'ummu, shaqsiga qowman qoom imaam uma naqanaayo oo fayakhusa shaqsiga nafsahu bidacwatin uu ku khasiso duunahum xataa yansarifa, ilaa uu ka gadoomaayo. Waa kow, walaa yusallii, shaqsiga ma dukanaayo, bimacnaa yuusan dukanin. Walxaal, huwa shaqsigane xaaqinun, uu yahay mid kaadida celinaayo. Xaaqinka waxaa la yidhaahdaa midka kaadida celinaayo. Waxaa jiro xaaqib bilbaa, kaasna waxaa la yidhaahdaa midka saxarada celcelinaayo. Marka qofka kaadida celinaayo ay kaadida hayso ama saxarada celinaayo ay saxaradii hayso ama labadaba celcelinaayo, asigana inuu salaadii galo karaaha waa, xataa yatakhafafa, ilaa uu iska fududeeyo waa. Wa hadduu xaajo uu qofka rabo ha soo xaajaysto oo musqushii ha aado oo ha soo kaadiyo oo ha soo saxaroodo oo ha soo faajofaajoodo oo markaa kadib ha soo weysaqaato salaadda, marka nashaad iyo faraaqu qalbin ha ku galo waa.
marka qodobadaas marka ayagana xadiidka intiisa kale ayay ahayd balse maxalu shaahidka qaybta hore qaala abuu cabdillaah abuu cabdillaah albukhaari wuxuu yidhi asaxu maa shaykan ugu asaxnimada badan yurwaa la warinaayo maaga fii hada albaabi lagu warinaayo hada alxadiidu waaye xadiidkan aan hadda soo qaadanay waxa weeyaan uu sugan yahay buu leeyahay xadiidka asigaa baabu fadli man dakhala baytahu bisalaam hada kane baabu fadli man man fadligiisa baabkiisii waa mankoo dakhala galay manka baytahu gurigiisa galay bisalaamina ku galay qofkii gurigiisa galo isagoo salaamaayo ahlka haa fadliga uu leeyahay buu baabkan u baabiya maxaa yeelay salaantaas waa barako oo asiga ku soo laabanayso waa barako oo ahalkiisa maxaan idhaahdaa ay ku dhacayso kolka tarjamadan wuxuu u caqiday muallifka raximahullah inuu caddeeyo fadiilada ku sugan gurigaaga markaad gelaysid inaad ahalkaaga aad salaanto ayib qaala almuallifu muallifka wuxuu yidhi xadaanaa hishaam bnu camaar baa noo waramay saduuqun qaala hishaam wuxuu yidhi xadaanaa sadaqatu bnu khaalid baa noo waramay alqurashi ثقةٌ قال صدق وحيري حدثنا أبو حفص بانو ورمي عثمان بن أبي العاتكة في حديثه ضعف علي بن يزيد الألهاني وحك ورناي قال وحيري أبو حفص حدثني وحائي ورمي سليمان ابن حبيب المحاربي من ثقات التابعين أنه سليمان سمع سليمان أبا أمامة أبا أمامة الباهلية أيوم مغلي قال أسيقو قال إنو يري أبو أمامة qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalama nabiga wuxuu yidhi halaathatun siddax aad u fiiri xadiidkan kulluhum halaathada dhammaantood laaminun madmuunun mid loo lamaanay waaye calallaahi alla dushii loogu lamaanay in caasha kulliga hadduu noolaado kufiya in la kaafinaayo wa in maata kulliga hadduu dhintana dakhala kulliga aljannata inuu galaayo siddax oo dadka ka mid ah ilaahay baa wuxuu u damaanad qaaday waa bifadlihi wa ixsaanihi wa karamihi wa juudihi waay siddaxdaas mid walboo ka mid ah adduunka hadduu ku noolaadana in la kaafinaayo oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu kaafinaayo baahiyihiisa iyo xaajaadkiisa oo idil inuu ilaahay kaafinaayo hadduu dhintane janno inuu galaayo mid walbo saddexdaa ka mid a saddexdaas marka ballanqaadkaas cajaa'ibta leh loo ballanqaaday maxay yihiin kow man dakhala baytahu gurigiisa qofkii galo bisalaamin salaamna ku galo oo ahalka salaamo waay macnaha fa huwa mankaas laaminun calallaahi ilaahay dushiisa mid loogu lamaanay waa hadduu intuu nool yahayne inuu ilaahay kaafinaayo hadduu dhintane janno inuu galaayo waman kharaja qofkii baxo ila almasjidina u baxo fa huwa mankaasi laaminun cala allaahi ilaahay mid loogu lamaanay waay kan masjidka aadaayo salaadaha masjidka u soo doonanaayo oo jamaacaadka soo laasimaayo oo qalbigiisa mucallaqun bilmasjid uu yahay qiyaamadana toddobada carshiga ilaahay haraysanayaan buu ka mid yahay kaa asigana ilaahay wuxuu u damaanad qaaday intuu nool yahayna in la kaafinaayo hadduu dhinta in janno inuu galaayo waay waman kharaja fii sabiilillaahi qofkii u baxo fa huwa mankaasi laaminun cala allaahi waaye asiga ilaahay dartii buu u baxay haa jihaad buu u baxay safarkiisu litakuuna kalimatullaahi hiya alculyaa buu u baxay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa baa u lamaanaayo marka hadduu nool yahayna inuu kaafinaayo hadduu dhintana inuu ilaahay janno gelinaayo ama wuxuu u baxay dalabalcilmi waa fii sabiilillaahi macno ballaaran waa oo xirnimo ayuu u soo baxayo ilaahay diinkiisa inuu barto uu diinkaa dhaqangeliyo uu diinkaa nashriyo oo niyaddaa wanaagsan iyo qasadkaa kaa asigana noloshiisa ilaah baa kaafin doono hadduu sidaa ku dhintana jannuu ilaahay gelinaaya saas waay macna qaala almuallifu muallifka wuxuu yidhi xadaanaa maxamed ibnu muqaatil baa noo waramay thiqatun qaala wuxuu yidhi maxamed أخبرنا عبد الله بن نورم ثقة قال عبد الله وحويري أخبرنا ابن جريج بن نورم ثقة قال ابن جريج وحويري
أخبرني أبو الزبير صدوق يدلس أنه أبو الزبير سمع أبو الزبير جابرا أي مقلي يقول حال أصيغ أورها يا جابر محويري إذا دخلت على أهلك هدد أقشو فصلم عليهم أهلك السلام تحية سلام السلام تحية صوم من عند الله إلهي أكتي سكاها تحية صوم مباركة لبركي تحية صوم طيبة أو ونكسمه والسلام عليكم نهوى وتحية إلهي أكتي سكاها طيو مباركة أو طيبة بركة معنى هذا وحوية وجود الخير وزيادته خير كأو لهره هي خير كو زائده أهل كالنحضة ومرك خير لغهلا خير كنوا كو زائدا طيب كنوا حويا الوقاية من الشر واي شرطنا إلهي أهل كاسوا كقرر يا سلامتاس ويون نبت قليو دشينا ها ها طوا مرك خير نحضينا ها ها شرطنا بنان كها إذن كمرتو معنوه مرك سدا صونا غنايا قال أبو الزبير باوحو يري ما رأيته ما أنا أركن إلا يجيبه ردّك إنه واجبنا يا ماهن قوله إلهي قلكس وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إلهي أوقوقولي هديلا إذن سلام سلام إذن كون السلام سلام تام متكون أجبدا أما أيد الردية سلام تردّك إذا إنه واجب يهي أيد أصبان كفهم يا أبو لي يهي أبو الزبير طيب باب إذا لم يذكر الله عند دخوله البيت يبيت فيه الشيطان باب هذا كان باب باب واي إذا لم يذكر شخصك الله إلهي هدو صنف سن عند دخوله شخصك قلتان كي سأكتي البيت قرق أوقرا يبيت فيه بيتك دحلي وحابرنا يا الشيطان الشيطان قرق مركات قليس هذا وحالغو الشيغي أهل كأجئنا تسلانتو فضلك كتيرا ترجمة ذي سدا أهد بحدنا وحضور لجاي ترجمة ذا أه إن الإلهي مجيء سقصتها دنا بسم الله إن الله مركات الباب كجليس ماركيسا معايا لي وإصلاح إيران سو ماركيس إن بسم الله إن الله الباب كمركات جليس أهل كينا إن تسلانتو وإصلاح إيران ساسو مركة ترجمة ذي هراء مدان وضبط لغاية حدين مركة ذكر إلهي آذان لإيمان إن قريقا جهبينك شيطان بابارين آي الباب كمركة تقالي سيد بسنك الله إيمان شيطان كمركة أبود أهلي ما يقريقا إنو صوت قلب وباريوك بارينت عندنا ذا مركة لغوكا ينانا حدانا بسم الله يادات نهضو عشانا هبينك شيطان قريقا أهلي ما يقريقا لكن هذه انتظر مركات بلاوي بسم الله آذان بهن إنه كل عشية أبوذ أوي لنا لكن أبوذ أمي لنا إنه بريو إلا مركات سوق لسياد بسنك الله إيمان بس ما لذا آد الله إيمان يسد عند الدخول وحي الشيطان أديده إنه قريقا بريو لكن هو سوق لكرا حلقا عنا ذا مركي لقارن حداد محن إراده بسم الله آده عشدين مركة هلي ماي مبيد يعشى لبدا بهلي ماي معنو صاصو أصعدايا سي مركة لبدا بأوقفو وإن عند الدخول بسم الذي للي ماذا عند أكل الطعام وإن بسم الذي للي ماذا معناه صاصو قال المؤلف مؤلف وحيري حدثنا خليفة أيان نور رمي صدوق قال خليفة وحيري حدثنا أبو عاصم بان نور رمي ثقة ثبت قال أبو عاصم وحيري حدثنا ابن الجريج بان نور رمي عن أبي الزبير عن جابر إن أنه جابر سمع جابر وحو مغلي النبي صلى الله عليه وسلم يقول حال صغرها يا نبي إذا دخل الرجل رجل كبيته قريه سهدو قلو أدو فيري أو فذكر شخصك الله تعالى أوحصو عند دخوله شخصك قليدي سأكتي إيه وعند دعامه شخصك دعامك سأكتي مركو قلا ينا بسم الله يونح مركو عند بالله ينا بسم الله يونح كاويقو ليستيمر قال الشيطان وحورها شياطين تكلوا لهدلا وحورها لا مبيت لكم ولا عشاء هوي إيو برين برين إيو عشاء لبضب إذن مصبنا قولي قان عاوة مبارين كرتان عننا كما عني كريسان
وإذا دخل هدو قالوا هدنه شخصك أو فلم يذكر شخصك الله أصنع سن عند دخوله مركو قال بسم الله هدو صن بهن قال الشيطان روحونها أدركتم المبيت هوي أياد حليشين عاو ميلت كوه يتان قريقان واتكحشين عندي يقول الناني سمر وإذا لم يذكر الله إلهي هدو صن حسن شخصك عند ضعامه قال الشيطان روحونها يا أدركتم المبيت والعشاء هوي يا عشاء لبضى بواضح ليشان عاو وقولي قال هوي نواد كهشان عشاء نواد كهشان ساسو الله ياو كل كالبضى بسيو هو يوين عند الدخول بسم الذي للي ماذا عند الطعام وإن بسم الذي للي ماذا هو. طيب مركا تاقفك إنو سن إلو بن مقع إلهي سلام تأهلك أو سلام يعني إنو سن إلو بن مركو قولي قال ياو والله بضب ومهمة oo maxan iraaday isku waqtina ahsaas waay macna saasu marka labada baab uu isku daba dhigay muallifka rahimahullah babu ma la yustaadanu fi hada kan babu ma shay bab ki sawaa wiliba waxa baraarujin mudan cunada hadii jamaaca lagu cunayo hal qofood inuu basmalada la yimaado kuma filmo qof walba inuu basmalada la yimaado la raba hadii qof kamida jamaacadaas uu san bisinka la iimaanin وأبوذي كرا الشيطان إنه بدر كا وحكعنا وتي نبي عليه الصلاة والسلام إيه الصحابة قيمة كم إذا يجوا بدر عنا يا جاريو قبر يرى أدمودو إن قدر لك الصور ريحة با إسكون دي سيء الندي إني قعنت الله صدر مركاسو النبي قعنت كقبتي عليه الصلاة والسلام مركاسو يري شيطان بار ربيع الندي إنه أيضا قبا نيستو بعدما أنك مركان بالله بيني أن بسم الله دي الله إيماني قبرنا أن مركا أن بسم الله دي الله إيمانين إني عنتدي قعنت الله صوت شو سيدا أصنا مركا عنتدي وكوبا نستأيورا مركا تاس معنى ذو حويان واحد من الجماعة هدوء كتقوا بسم الله هل كاس مركا الشيطان إني فرصة أغم مغني سيساس واي معنى باب ما لا يستأذن فيه هذا كان باب ما شيء بابك سوى ما قول لا يستأذن أن لئذن ويدينين فيه ما قد إحديث أو من الأماكن بالغة وضع وحاة شرطه أماكن إيو قوة أو مركي لسو قلع استئدان أن أبهنين وحان كهد لين هدا قريقة مركي لقلع استئدان إن لسما يومو يانو سكال إنا لقو قلعين قوة مركي ساسو قلع أن إهم باجرو ميل مفتوح إسكا أو داشو قلع أما با قوة حقا نعسي قلع دكامة إيو ميلها عينكا سو قلع meelaha soo kale inaad salaanto qofka ku jiro kadibna aad iska soo gasho maane ma soo gali kara inaad dhahdo looma baahno laana waxa loo furay ba albaabka waxa weeyaan inaad adiga soo gasho wax laga qarinayo ma jiro waxa meesha yeelana inaad adiga fiirsataba loo keenay ha inaad adiga eegtaa meesha loo soo dhigay wixii ka cajaab galiyay inaad qaadato iibsato soo kale meelaha soo kale marka ma aha meelo istiidaan u baahan ma قال المؤلف مؤلف كوحيري حدثنا موسى بن اسماعيل بن نور رمي قال موسى وحيري حدثنا اعين خوارزمي ايا نور رمي قال وحيري اعين اتينا انس بن مالك بن اوتك والحال هو انس قاعد رؤيا مفضيا في دهليزه داش فرسوت كيسا معناها مورضه فرضها بعد دهليز ليرة دهليز كيسا قد حجري داش فرسوك أما مورد فردها وليس معه أنس معي سنة أحد ما أهان مورد يوكل هذا ميل استئدان أباهن ما أهان فصلما وسلامي عليه أنس صاحبي فصلما عليه صاحبي أيا سلامي وقال صاحبك أوحي نيري أأدخل مصوغل يا فقال أنس أدخل صوغل بويري هذا مكان كان أنكس غنهي وضعوا استئذان كإيقا ويدريس مكان ويان مكان كو لا يستأذن فيه مكان كدحدي أحد أحد أصلا إذن ويدينين والسكسو قال ما لها نوكال معنا ما الاستئذان أباها المجر وحارق لغا إلى لنا يميشا ميالان فقرب واسود بي أنس إلينا أنك ضعاما بنو سود بي فأكلنا مركزا معني فجاء أنس وحليمت بعس نبيذ نبيذك ويلك سأي وليم نبيلك وعنبك أو أما رطبك بيها لغو الرضو لغو قصه كدبنا معانا غنى
kadibna waa la cabbaayaa intuusan khamr isku bedelin oo wax maandooriy uusan naqanin kaasoo kale marka weel oo nabiid uu ku jiruu noo keen nabiidkoo xulwin mac fa shariba wuu cabbay anas haa wasaqaana annagana maxaan idhaahday wuu na waraabiyey saasoo kale باب الاستئذان هذا كان باب الاستئذان إذن ويدنت باب كذا وهي في حوانيت السوق سوق دكامدي سدخدين لا إذن ويديو دكامدا سوق كو يالان هدي الربا ان لا غلو استئذان ميا لا سمينايا مايا تاسو ربا انو عدي قال المؤلف مؤلف وحيري حدثنا ابو نعيم بن نور رمي ثقة قال ابو نعيم وحيري حدثنا سفيان الثوري بن نور رمي عن ابن عون ثقة ثبت فاضل عن مجاهد قال مجاهد وحير كان ابن عمر وحوها لا يستأذن مذن إذن ويدينين أيوها ابن عمر على بيوت السوق سوق قريه سمذن كإذن ويدينين أيوها وصوشك ذي قال المؤلف وحير حدثنا أبو حفص بن علي ثقة قال أبو حفص وحير حدثنا اللحاق بن مخلد ثقة عن ابن جريج عن عضاء من ثقات التابعين قال وحير عضاء كان ابن عمر وحوها يستأذن من إذن ويدنا في ظلة البزاز ها در قديد كيلو نسبي دلدي سدحلي بزاز كوامدك مركا قده أما السماية با دلد مركا أسيقى أسماء سناد ميل أسيقى دلد أستيضا ودركا كقده أما أو كطلا يوكال أيو كإذن ويدي مركا تنوحا سورودو إنو ماشا فريستو ama qof kale inuu halka kula istaago ujeedka inuu sidaa ahaa mujarradu dukhul meelaha soo kale istiidaan uma baahno baabuna hada kana baabun baabu waye kayfa yastaadiru ala alfursi furs sidee buu u idin weydinayaa shakhsiga dad aan carab ahayn oo ajam ah ayagu adkhulu miyuu dhahayaa luqada carabiga miyuu u adeegsanayaa mise luqaday ayaga garanayaan buu u isticmaalayaa oo ma soo gali karaa saasoo kale miyuu dhahayaa ama xataa dadka naftarkooda hadday carab yihiin ama ay cajam yihiin luqadooda luqa aan ahayn istiidaanka ma loogu samayn karaa hadday fahmayaan luqadaas taasuu rabaa marka inuu ka jawaabo waako istiidaanka marka mar walba waa madluub oo qof walba waa laga rabaa istiidaanka inuu la yimaado saaxiibul baytka haddii uusan garanaynin xataa carabiyada luqadda asiga uu garanayaa lagu idin weydinayaa luqado badan hadduu garanayane oo carabiyada iyo qeyrkeedaba uu garanayo muhiimaddu waxa weeyaan in istiidaan la sameeyo qofkaana marka uu ku idmo marka kadibna inaad gasho ujeedka intaas waa قال المؤلف مؤلف كوحيري حدثنا عبد الرحمن بن المبارك بانو ورمي ثقة قال عبد الرحمن وحيري حدثنا عبد الوارث بانو ورمي ثقة قال عبد الوارث وحيري حدثنا علي بن العلاء الخزاعي أيا نو ورمي مقبول عن أبي عبد الملك بنو ورمي مولى أم مسكين طيب مجهول وين كان أبي ملك أبي عبد الملك مولى أم مسكين أم مسكين مولاه ذناء أم مسكين تو بنت عمر عمر كو ابن عاصم عاصم كو ابن عمر بن الخطاب ونصب كذا هلك سوق لايا معيش اسمرك وحاكم وقطع إني عربت هاي مسلمتنا أيت هاي قال وحو يري أبو عبد الملك أرسلتني مولاتي سيدتي لا إدرتي ومقبول مولاديس إلى أبي هريرة أين إيدرتي أبي هريرة أين إيدرتي فجاء أبو هريرة ويمد معي أنا معي وإصرع إلا سيدتي يا إيجوي رينا هذي فلما قام أبو هريرة بالباب مركو صو إستاغي قال أبو هريرة وحويري أندري ها ها أندريتم صاصو كلونا أندرايم أندرايم بمعنى أدخل مصغلا ياو ولغة فرص واي أندرايم بمعنى أدخل مصغلا يا قالت مركز سام مولادي أيضا وحيدا هذي أندرون
بمعنى ادخل صوغل ها marka بغير العربيه استئلاك انه كبناي هي بها هلكا لغا قادنايا ان لسفهما مهم ايا فقالت marka sa waxay tiri مولادي يا ابا هريره انه شانيا ياتيني وحائي ايمانايا الزور كو اسو زيارنايا بعد العتمه عشها بعدي او زورك وحي اجيدا من يزورها من النساء دمر ايذا سو زيارن ايا بعد صلاه العشاء بي اي ايمان ايا نو سو زيارن ايا او هذا صلاه العشاء هي عتمكم مغعابيسا نهي نوا سو ارور لكن نهي نهي تحريم ما اهن طيب مركا فاتحدث ناغها سا سو زيارن ايا بعد صلاه العشاء فأتحدث عنيقنا وشيكين آياء وآياء معوضان شيكين آياء بل أرنكا كبرهم شريعة ذا ما حيكا قبتا بعد صلاة العشاء ذاتكا إي إيمان آياء ومرتضاء إنا أشيكي قال أبو هريرة وطويري ها تحدثي شيكي ما لم توتري إنت هذا نوترين وترك انت اذن دكانين اشيكي فاذا اوترت هداد وترته او وترك ادكته فلا حديث بعد الوتر وترك بعد قيس الشيك ما اهانهم كل قفك السيدي سبا وحا اصلا بعد صلاه العشاء انه اسكسيح او شيكي وحيالها سوال نعيا بعد صلاه العشاء الا في خير ما هن وحا اشيكينا يا هدي خيريين مرتد الله شيكينا خير كي كمتها marka mushkila ma lahano karaahadu way ka baxay martida ku timid inaad u sheekeyso hatta baad salaatul isha jawaabti sana marka sidaas ayaa ka muuqato laakiin mar hadaad witrka naftarkiisa qabla noomna waa laga dhigi kara baada noomna waa laga dhigi kara qofkii marka waliba ku kalsoon inuu soo kici doono baada tahajjud markuu hurdo oo salaatul leel uu soo kaco salaatul leel badigi inuu witrka ka dhigo baa si fadli badan qofkii inuu soo kacay rajo ka qabo kii kalena witrku waa iska soo hormarsanaya abu hurayra naftarkiisa arintaas uu nabiga kula dardaarmay calayhi salaatu wasalaam oo qabla noom inuu witrka iska sameeyo bacdama maalintii uu mashquul ku ahaa dalabul cilmi uu mashquul ku ahaa baabun hada kana baabun baab waay idaa kataba dhimmiyu dhimmiga hadii uu qoro oo fa sallama dhimmiga uu salaamo yuraddu calayhi dhimmiga waa laga radinayaa salaanta قال هذا سلام كو صدر سلام تو كر الدين ورقد بو كو صدر يو سلانا هذيكنا ورقد بو قريسا سلام تو كر الدين واح مشكله مالا قال كاين هاد اديك سلام تو كوبي لاودا لا ديدايا اي هادو اسيغ سلام كو صدر وقرال كو صدر اديكنا قرال باد سلام تي اوو ديريسا هدي بلسانه او كو سلامنا لفظيغا ماركا او استعمالاي بي كو خرنانايسا لفظ صريحه او واضحه او السلام عليكم حضور استعماله واتكر الدين وعليكم السلام بعد او الدين علماء قار ساس لي لكن لفظ هذا سن واضح كدغين سدا اليهود اي سمين جيرين او كلي السلام عليكم غير دشينا ها ها تصاص كلي او قرينا المسلمين وعليكم لا دها يا ايغنا مركا سو كلي ايدينك دشينا ها ها تو كلي ماشي دعو لغا ربي حوار باي كو بدلايا kolka wa alaykum ba la dhahay markay saas soo kale isticmaalaan culimada qaarna waxay leeyeen labada goorba hadii lafdiga ay si nadiif ugu dhawaaqaan iyo hadii kalaba radigooda wa alaykum wa laakiin tan hadda laga hadlayo waa qoraal qala al muallif muallif ka wuxiri hadathana yahya ibn bashir ba no warramay fiqatun qala yahya ibn bashir wuxiri hadathana wa no warramay al hakim ibn mubarak saduqun qala hakim wuxiri hadathana abad يعني ابن عباده ابن العباد ثقه ربما وهم ها ابن عباد عن عاصم الاحول من ثقات التابعين عن ابي عثمان النهدي ثقه مخضرم قال وحي الى ابو عثمان كتب ابو موسى باقري الى دهقان يعني نبضون انت كا دهقان بكسر الدال وهو الاصح ذلك ان له صدق اصح وقيل بضمه ان لقضنا والي الدهقان وزعيم وانين وبره
oo cajamta beeraleedoodana wabar u ah. Wabar waxa la yidhaahdo ama maxaa yidhaahday nin madax ah waaye ama nabadoon saasoo kale, zaciimul qaryana waa la yidhaahdaa tuulada wabarkeeda ama ra'iiskeeda. Marka Abu Muusa baa wuxuu qorayaa nin gaara oo nabadoon ah, ma arkaysaa saasoo kale, yusallimu xaal uu salaamaya Abu Muusa calayhi dihqaanka fii kitaabihi, qoraalkiisana uu ku salaamayo. Faqiila, markaasaa waxaa la yidhi lahu, liabi Muusa baa waxaa loo yidhi, atusallimu calayhi wahuwa kaafirun, dihqaankii miyaad salaamaysaa, ninkaa wabarka ah ee gaalkaa miyaad salaamaysaa, walxaal huwa dihqaankana kaafirun u yah. Qaala Abu Muusa wuxuu yidhi, yacnii salaanta ma adaa ku bilaabayo, inuusan asiga ku bilaabin buu ka jawaaba, innahu dihqaanka kataba wuu soo qoray ilaya anigu ii soo qoray salaan oo asigaa igu bilaabay, fasallama dihqaankii calaya anigu i salaamay, faradadtu calayhi anigana dihqaankii waan ka radiyey waa. Marka maa fiihi mushkila hadduu salaam kuu soo diray gaalka adigana sidaasoo kale inaad salaanta ka radiso wa. Baabun haadaa kane baabun baab waay, laa yubda'u ahlu dhimmati bisalaami, miyaa lagu bilaabaya gaalada oo dhimmiyiinta ah salaanta ayaga ma lagu bilaabaya? Taasuu ka jawaabaya, jawaabtu waxa weeyaan maya ayaga lagu bilaabay maayo, balse hadday ayaga bilaabaan waa laga radinayaa. Qaabka looga radinayana waa arki doonaa, sigaaba noo keeni doona, waxba yaanan hordhicin. Qaala almuallifu, muallifka wuxuu yidhi, xadaanaa axmed bnu khaalid baa noo warramay saduuqun. Qaala axmed wuxuu yidhi, xadaanaa muxamed bnu isxaaq baa noo warramay saduuqun yudallis, can yasiid bni abi xabiib buu nooga warramay thiqatun faqiih, can marthad buu nooga warramay ibni cabdillaah min thiqaati ttaabiciin, can abi basrata alghifaariyi can annabiyi sala allahu calayhi wasalama, qaala nabiga wuxuu yidhi, innii aniga raakibun mid fuulaaya ayaan ahay gaadiidka qadan beri ilaa yahuud, yahuud intii ka ah baan xaggooda aadaaya, ee markaan yahuudda u tagno, falaa tabdauuhum bisalaami, salaanta ha ku bilaabina idinka, faidaa sallamuu calaykum, hadday iyagu idin salaamaan, faquuluu idinku dhaha wacalaykum, dhah wacalaykum oo keliya dhah, assalaam ha ku darina. Kolka wacalaykum mar walba in la dhahaayo lafdi waalixa hadday isticmaalaan, assalaamu calaykum hadday isticmaalaan, iyo lafdi waalix aan ahayn oy wax ku qarinayaan hadday isticmaalaan, laba goorba wacalaykum in la yidhaahda jawaab, halkaas culumaa martay saasoo kale. Qaala almuallifu, muallifka wuxuu yidhi, xadaanaa ibnu salaam baa noo warramay muxamed ibnu salaam thiqatun thabtun. Qaala wuxuu yidhi ibnu salaam, akhbaranaa yaxya ibnu waalix baa noo warramay thiqatun can abi isxaaq, can ibni isxaaq buuna nooga warramay mithlahu rabaa, yaxyi wuxuu wariyey mithlahu mithla xadiidi khaalid, waa kii hore haa waako rabaa, yaxyi baa wuxuu wariyey mithlahu mithla xadiidi khaalid, wa zaada yaxyi wuxuu siyaadiyey waako axmed ibnu khaalid aan dhaho mithlahu mithla xadiidi axmed ibnu khaalid waa sawtoo kii hore sanadka eeg, axmed ibnu khaalid ba wuxuu ka qaadayay muxamed ibnu isxaaq, haddana muxamed ibnu isxaaq waxaa ka qaadaya yaxya ibnu waalix, kolka yaxya ibnu waalix baa wuxuu mutaabaceynayaa axmed ibnu khaalid buu mutaabaceynaya, isku shiikh waaye labadooda, muxamed ibnu isxaaq baa u shiikha mithlahu mithla xadiidi axmed ibnu khaalid buu yaxay warinaya, wa zaada yaxay wuxuuna ziyaadiyey samictu nabiya sala allahu calayhi wasalam, kii hore meesha cani nabiyi uu ka ahaa midkan ribaayadan ah maxaan idhaahdaaye oo yaxyi ibnu waalix samictu nabiya, lafdu samac buu cabirayaa, samictu nabiya sala allahu calayhi wasalam ayaan maqlay. Ayib, marka kii hore unbaa lagu xoojinayaa, sanadkii horaa lagu xoojinayaa. Qaala almuallifu, muallifka wuxuu yidhi, xadaanaa Muusa baa noo warramay. Qaala Muusa wuxuu yidhi, xadaanaa wuhaybun baa noo warramay thiqatun thabtun. Qaala wuhayb wuxuu yidhi, xadaanaa suhayl baa noo warramay saduuqun can abiihi min thiqaati ttaabiciin can abi hurayra can annabiyi sala allahu calayhi wasalama. Qaala nabiga wuxuu yidhi, ahlulkitaabi kitaabka ahalkii waa yahuudda iyo nasaarade, laa tabda'uuhum bisalaami ha ku bilaabina, wadaruuhum dhibaato geliya ahla kitaab ilaa adyaqi ariiqi, wadada midda meesha ugu ciriiriga intii kaa u dhibaato geliya, wadada markay maraayaan yacnii xabadka ha lagu qaado oo wadaday ha mari waayaan, macnuhu saas ma ah oo ha la foodeeya ma ah, ee ayaga inta la ikraamo oo wadadii loo baneeyo
oo ikraam daraadii ayaga waddada loogu baneeyo iyo ixtiraam oo waddada meesha ugu fiican ay iyagu ka maraan sidaayaan la yeelin waayey macnaha macnuhu saasuu u socdaa ayib baabu man sallama cala dimmiyi ishaaratan haadaa kani baabu man baabkiisi waaye mankoo sallama salaamay manka cala dimmiyi gaalka dimmiga salaamay ishaaratan ishaarana ku salaamay waxaa la diiday hadda ee gaalka in salaanta lagu bilaabo un baa la diiday oo assalaamu calaykum la yidhaah laakiin waxaa la ogol yahay ishaaro in lagu salaamo gacanta in loo taago kale taas inaad adigu ku bilaabdo mushkila ma laha inaad gacanta u taagto kale saasoo kale aad dhaado xataa hadal inaad ku bilaawdo oon salaan ahayn kayfa anta oo kale iyo kayfa xaaluka iyo saasoo kale inaad dhaahdo waxaan salaam ahayn ila salaanta duco waaye mogta waxaan salaan ahayn in lagu bilaabo mushkila ma laha ama ishaaro ama hadal kale oo lafdiga salaamtana aan ahayn taasuu marka tilmaamaya qaala almuallifu wuxuu yidhi xadatanaa sadaqa ثقة قال وحير صدق أخبرنا وحنا ورمي حفص بن غياث ثقة فقيه عن عاصم حقي بن نوغا ورمي من ثقات التابعين عن حماد صدوق له أوهام عن إبراهيم من صغار التابعين عن علقمة ثقة ثبت قال علقمة وحير إنما سلم عبد الله وسلام على الدهاقين وبرذي أيو سلامي نمن قال أهو مضحة ishaaratan ishaaro ayuuna ku salaamay tilmaan gacantii oo kale ayuu u taagay saasoo kale ayib marka mushkila male inaad gacanta u taagto oo adiga xataa ku bilaawdo macnaha qaala almuallifu muallifka wuxuu yidhi xadaanaa camru bnu caasim baa noo warramay saduuqun qaala camar wuxuu yidhi xadaanaa hamaam ibnu yaxya baa noo warramay thiqatun rubamaa wahim qaala hamaam wuxuu yidhi xadaanaa qataadatu ayaa noo warramay qataadatu bnu ducaama thiqatun thabtun can anasin ayuu nooga warramay qaala anas wuxuu yidhi marra yahuudiyu nin yahuudigaa soo maray cala nabiyi sala allahu calayhi wasalama ayuu yahuudigaa soo maray haye yahuudda marka aad bay u makri badan yihiinoo khalqiga ilaahay kuwa ugu makriga badan waa ayaga faqaala markaasaa wuxuu yidhi yahuudiga assaamu calaykum muud dushiina ha ahaado wuxuu muudsiinayaa marka assalaamu calaykum inuu dhahayo meeshii marka ducadii laga rabay habaar buu ku bedelay luqadii buu aad u garanayaa mujeeda faradda asxaabuhu rasuulka asxaabtiisa assalaama ayay ka radiyeen ayagoon ku baraarugin ayay ninkaa salaanta ka radiyeen waxa uu yidhi inuu habaaraayay ma aysan ku baraarugin waako faqaala rasuulka wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haa acqalu lcuqalaa buu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam cuqalada midka ugu caqliga badan buu ahaa faahimiinta midka ugu fahmada badan buu ahaa yahuudigan makrigiisa iyo hagartiisa ayuu fahmay halka aysan saxaabadu fahmin faqaala markaasaa wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaala yahuudiga wuxuu yidhi assaamu calaykum buu dhahay buu ee assalaamu calaykum ma dhihin idinku maydan ku baraarugin fa ukhida alyahuudiyu yahuudigaa lasoo qabtay marka maxaa dhahdayaa la yidhi sheeg factarafa yahuudiga wuu qirtay marka waxa uu yidhi qaala markaasaa wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam rudduu radiya calayhi yahuudiga ka radiya maa qaala yahuudiga waxa uu yidhi oga radiya assalaamu calaykum soo ma dhihin wa calayka hala yidhaahdo adiga dushaada ha ahaato dhimashada saas waaye macnaha xadiidku waa xadiid saxiixo muslimka naftarkiisa uu soo saaray baabun haadaa kani baabun baab waay kayfa raddu raddiga sidee buu ahaaday calaa ahli dimmatina laga radinaayo ayib qaala almuallifu wuxuu yidhi xadaanaa ismaaciilu ayaa noo warramay qaala ismaaciil wuxuu yidhi xadaanii maalikun can cabdillaahi bni diinaar min thiqaati taabiciin can cabdillaahi bni cumara annahu cabdallaahi qaala cabdullaahi wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi ina alyahuuda yahuuda idaa sallama calaykum axaduhum hadduu idin salaamo fa innamaa yaquulu axadka wuxuu dhaha assalaamu calaykum buu dhahaya ee faquuluu idinkuna dhaha wa calayka dhahawo waa xadiid saxiixo bukhaari iyo muslim labadaba ay soo saareen qaala almuallifu wuxuu yidhi xadaanaa muxamed bnu sabax baa noo warramay thiqatun xaafidun qaala muxamed wuxuu yidhi xadaanaa alwaliidu bnu abi thawr daciifun munkaru lxadiidi wa can simaak ibni xarb can cikrima عن ابن عباس قال وحير عبد الله بن عباس ردوا رديا
السلام على من كرديا منكو يعني على من كرديا كان أهالي منك يهوديا أهالي أو نصرانيا أهالي كريشتن أو مجوسيا أهالي منك دبك عابولة ذلك الردي قاسني حاصل وهي متحصلة لأن الله بصوي أن الله إلهي يقول إن الله يصوت وإذا حييتم هدي لإذن سلام إلهي عند وح سلام إلهي مكلا قادم مسلم يقال مكلا قادم بتحية هدي لإذن سلام السلام فحيوا إذنكم سلاما بأحسن منها تحية متكونة أكبر ذلك مسلمين تاء السلام عليكم هدي لا وعليكم السلام إليه لو قدر وليبه ورحمة الله وبركاته لو قدر فحيوا بأحسن منها أو ردوها أما السلام تأم ردية السلام عليكم وعليكم السلام هذا يدد مسلمين كوة قال لنا وعليكم إن لو قسم ها ردي قد كاس واحد لفظي استعمالين هدي ويهي لفظي أو واضح إيهي أما واضح أهل بدا قربة أما لفظي واضح هدي استعمالان ستة وسلسلان تلو قرر الدين آياء تاني مركع علماء أيام الطيب باب التسليم هذا كان باب التسليم سلامت باب كذوان على مجلس لسلامه مجلس فيه مجلس كدحدي سأل مسلم والمشرك أي كسغيه مال هدي لو ذا جوغو إسلام إيا قالب أي وذا جوغان سلامت ملقوب بالله بكرامسه ها أما ضد أهل الصناء أهل البدعاء يا إسكوب الحجراء أما ضد مدح عادلين إيه مدح ظالمين باي سقو جرا أما دادا جعشا إيه دادا جعلين باي آدان جعلين باي سقو جرا مجلس عينكا سوكلا سلامت وحاوي يعني إنا كب الله وضوى مشروع وحدنا أني يسانيسا قال إيه مسلمين هدي كليهن دادك هلكا جوغا كوا مسلمين تاد أني يسانيسا لأن قالك إن سلامت أد كب الله وضوى لما أقولين بعدما ما أنت ضد مسلمين أي لفر ليان هذا هو مركة أمه جنا يسلام تأنا عام تهاي حدنا واحد أني يسنا يسادت كمسلمين تا إلا يقال وقول يا هينا سلام تكوب بالله ذي قال المؤلف مؤلف وحيري حدثنا أبو اليمان بارنور رمي وثقة قال أبو اليمان وحيري أخبرنا شعيب بارنور رمي ثقة عن الزهري قال الزهري وحيري أخبرنا عروة بن الزبير من ثقات التابعين أن أسامة بن زيد أخبر أسامة عروة الأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب النبي إنه كري على حمار دمير إنه كري حمارك عليه حمارك دشي سيكاف هو هذه كبد ودميرك الغفول ها على قطيفة قطيفة أيوم كري قطيفة فدكية فدك ماشي ليرا هذا الله نسبي مال مقعد الله marka dameerka asigoo qaban liska ma fuulee waxba liska xijiya ha ikafka ee qatiifada isa soo kale wa ardafa rasuulka alayhi salatu wa salaam usama ibn zayd bu gadal saaray wa ardafa u fangiliyay rasuulka alayhi salatu wa salaam usama ibn zayd waraahu rasuulka gadashis halkee bay u socdeen marka yaud xaal asigoo booqanaaya rasuulka ayu dameerka fuulay sa'd ibn ubadatan booqanaaya marka dameerkana nabiga gaadid ahaan waa uu isticmaalay faraska sida soo kale hasha sida soo kale geela intuba gaadidki marka bariga la isticmaali jiray ha hatta marra ila uu ka soo maray rasuulka kaleey salaatu wasalaam bimajlisin uu soo maray majlis koofiye majlis ka dhixdiisa abdullah ibn ubay ibn saluula uu ku sugan yahay saad ibn ubad oo xanuunsanaa buu booqanay ciyaadatul mariil inay sunnata oo nabiga ka sugnaatay qowlan iyo wa ficlan ba arintaasna marka halka waa laga qaadanaya majlis buu soo maray waxaana ku dhex jiray majliskaas abdullah ibn ubay ibn saluul waliba xilliga abdullah ibn ubay wuxuu ahaa gaal cadeystayo banaan taagan buu ahaa munaafiq ba marnaqan ba xilliga wadaalika arinkaana wuxuu ahaa qabla an yuslima caduwullah ilaahay cadowgiisa intuusan islaamin nusqiyinka qaarna cabdullaahi bay qoraaya dee cabdullaahi waa magiciisa عضو الله هنا وصفة أسيق وإسكالها لابد أبو مركز صح ويانو انتو صان معناها إسلامي ماذا ذاهر سنين بالغا وضع معنى إسلامي ماذا إلا أسيق ويلي يسو قال بوها مرنا قال عدى استي قال لماذا بوها مرنا قال إسلامي ماذا ذاهر سنة يوها وقلبك قال لماذا أي أوغا جرتو
marka intuusan islaannimada sheeganin uusan daahirsanin bayna ahayd oo gaal baan ahaa uu lahaa fa idaa isla waqtigaas fil majlisi majliska dhexdii akhlaaqun baa ku sugnaayeen isku dardar akhlaaqo min almuslimiina iyo walmushrikiina iyo wacabadat ilawthaani ka ahaadeen dad muslimiina iyo dad mushrikiina iyo kuwa asnaamta caabuda intaba way ku jireen majliska فسلم وسلم رسولك عليه الصلاه والسلام عليهم على اهل المجلس اي سلامين سلامتا غود مركا او لون نيسان اي ولبا كو مسلمين تا ايغا لا اوغول يحي ان سلامتا لوغو بلاوي غالا لما اوغول ان سلامتا لوغو بلاوي لكن هذا لا كلي وا لوغو بلاوي كرا اما اشاره ان لا سمي اي سيتيين ان لا يرادو كلي وا صوت المانتا ما فيه مشكله مركا ما دام ايمانتا مسلمين اي كو دخجيرين uu salaamay nabiga kaleey salaatu wasalaam marka arintaa way banaanta la dhimaay muslimiinta ayagana qoray iyo qaaciisa wal isla xoraayeen badaba ay gaala la fadhiyaan gaaladii hala raaciyo ayaguna salaanta lagu bilaabay maayo la dhimaayo muslimiinta mar walba karaamay leeyeen qiimay leeyeen meel walba ay joogan way mudan yihiin marka in salaanta lagu bilaabo waa xadiis sax ah bukhari iyo muslim labadaba ay soo saareen hada wa billahi tawfiq wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam